شاء الله هتصل ايديك ان شاء الله. الله ينور عليك ان شاء الله تسلم ايديك. بكل من الحلويات ده ماما جيبهي مسكه ماما. لا وعامل ده ده هو ايه ده؟ ده اكل في التلاجة. هو في التلاجة ان شاء الله. ده كل بالنهار؟ مية الجبال. لا ماشي بيطلع منه يما كده. برد. اقول لما الحين اخدي ايدي تبلع بيه طماطم طماطم وسبع يعني دي معلك ال شك متوك شعب زي ايه طماطم ده كله ده شعبهم بقى ما فضيتهم لك في الطبخ اخت سنو دكتورة سنو امسكوا خلصيهم انت عندهم امسكوا ترت القرآن الكريم هذا الدكتور سورة فصلت الله ترت القرآن الكريم هذا الدكتور عبد الموجود سيد أحمد عطيبة وحمد سورة فصلت الله. شوفي لك كون سخنة أوي دوق بالمعلقة تمام. بسم الله وصلى على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سخن اقرأ بالمعلقة اشرب انا وشي صحة وعافية. الله يعافيك الله يعافيك من كل بلاء عن دكتور كامل كمان كمان يستر حتى انه يخفض عنه شر الأشرار وكذب الفجار كل من شاف ولم يصلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يا رب اقبل بخاطره يا رب صلي وسلم وابعد عنه جميع الامر دي يا رب ويركله انا ولاده ويديه الصحة والعافية ويرزقه بالزوجة الطيبة الصالحة شهادة يا رب يا رب اقبل بخاطره يا رب اللهم صل وسلم وبارك يا رب يا كل من قال انت ما كملتهاش يا ماما خلاص المانجا يبقى خلصيه كلها عشان ما تخسرش. اجيب لك طبق حلو خدي الطبق كله. تفضل تقل على حتى في الأرض تاخدي ما الحاجات ديات كده ايه يعني حطوا ايه في